أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا موسى الجميل من نماذج تحدي العقل. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ساقيها بسبب إصابتها بالكانسر، ورغم إعاقتها بتواجه الحياة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار، تخرج للحياة بإرادة قوية على طريق السعادة. بتخطو خطواتها خطوات بسيطة، ساق واحدة وعكاز واحد، تعيش حياتها حياة سعيدة رغم آلامها ومعاناتها. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب وبتواجه الإعاقة بكل شجاعة. تحديات كتير بتقابلها، لكن بقوة إرادتها وعزيمتها وإصرارها بتقدر تتغلب عليها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية.